تقتله دي عمري ما قلتها وما قولهاش. ده انا ما نايموش الليل يا اخي. المرحله مرحله الكي. عارف يعني ايه الكي؟ الكي انهي موضوع ربع العدويه ايا كانت الخسائر. ايا كانت الخسائر انسى سينا. سينا اضرب سينا، انت هناك شغال. القانون بيقول لك مفيش مظاهرات. الكي انما الاقي ذكر راح مفيش رجاله. الملايين نازله نازله للسيسي. اعطني اعلاما بلا ضمير، اعطيك شعبا بلا وعي. في دفاتر نقابة الصحفيين وبداخل مؤسسة الأهرام العريقة زرع أحمد موسى كأول صحفي برتبة مخبر، نموذجاً لرجل الأمن في حلة إعلامية. تلك حقيقة أحمد موسى، ضابط أمن الدولة السابق، رجل جرى تلميعه وإدخاله إلى عالم الفضائيات كمقدم لأحد برامج التوك شو ليكون لساناً للسلطة بعد أن كان عيناً لها. منذ اللحظات الأولى للثالث من يوليو قدم أحمد موسى فروض الولاء والطاعة للانقلاب وقادته، مطالباً الجميع بالانحناء للجنرال القادم من ذات المدرسة الأمنية. مطالبة القائد العام للقوات المسلحة أن يرشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة، مش عايزين أكتر من كده. مش عيب أبداً أبداً، هذا الرجل هو شخصية مصرية محترمة، لابد أن ننحني له ونؤيده. بداخل المدرسة الأمنية الإعلامية حيث لا مكان لمصداقية أو مهنية تذكر، يصعد موسى إلى منصة الهواء محرضاً على قتل المصريين، هتافات وصراخ للتخلص من رابعة وأهلها مهما كانت الخسائر في صفوف العزل رجالاً ونساءً وأطفالاً. انزل، نزل قواتك، جنودك، رجالتك، انهي موضوع رابعة العدوية أياً كانت الخسائر. أياً كانت الخسائر ما تبصش على المجتمع الدولي، يتحرق المجتمع الدولي. بالرغم من خلفية موسى الأمنية إلا أنه فاجأ المصريين بخيال خصب، فحينما تغيب الخطوط الفاصلة بين الشرطي والإعلامي عند موسى يصبح ما يلقيه على الجمهور في المساء أشبه بأفلام الخيال العلمي الركيكة. بدأوا ياخذوا جثث أخرى يدفنوها في تقاطع مصطفى النحاس مع شارع الطيران، مصطفى النحاس مع شارع الطيران، في هناك في الميدان في كرة أرضية تقريبا أسفل هذه المنطقة دفنين عشرات الجثث أيضا. عمل موسى جاهداً على إرهاب ووأد أي محاولة لإيجاد مخرج سلمي للأزمة، قام بمهاجمة جميع الأصوات داخل حكومة الانقلاب حتى وإن كانت خافتة لسد أي طريق للحوار ربما كان سيجنب البلاد حمامات من الدماء. لا يصح على الإطلاق، على الإطلاق حد يتكلم عن مصالحة، اتكلم عن مواجهة للإرهاب. كلكم تكلموا عن مواجهة إرهاب الإخوان. لعب موسى دورا هاما ليس فقط في الترويج الإعلامي للانقلاب بل في التعتيم على جرائمه كذلك من خلال قلب الحقائق. فببراعة لا تنطلي إلا على السذج والبسطاء من المشاهدين ألبس الرجل ثوب الضحية للجلاد وألصق التهمة بالقتيل لا بالقاتل في محاولة لإخفاء مسؤولية رفقائه الأمنيين الذين نفذوا مذبحة رابعة العدوية. هو ده الشغل، بعد كده اللي يجري في الشارع ده إرهابي، هاته، ده مجرم، ده بلطجي، ده قاتل، ده خلصت الموضوع. لم تفارق الرجل خلفيته الأمنية وتلذذه قديماً بتعذيب الأبرياء في أروقة جهاز أمن الدولة الذي أتى منه، وليس ثمة دليل أكبر على ذلك من مطالبة موسى بلا خجل لرجال الأمن بالتنكيل بالمعتقلين داخل السجون لمجرد رفع قيادات الإخوان علامة رابعة والابتسامة تعلو وجوههم أمام منصة القضاء. إيه اللي بيحصل في سجن طرة؟ إيه حالة الإخوان اللي خارجين رايحين القفص بهذه الصورة؟ ده
انت لما يتكلم على القاضي تاخده تديله على دماغ اهله، ده انا ما نايموش الليل يا اخي. حد كان بيسال شيخ محمد بن زايد وبيقول له الاخوان ونعمل وعايزين مش عارف، قال يا جماعه بتتكلموا في ايه؟ مراكز ايه وشغل ايه؟ المرحله مرحله الكي. عارف يعني ايه الكي؟ الكي. في زمن الانقلاب حيث طالت عسكرة الدولة جميع مفاصلها وتحولت وسائل الإعلام فيه إلى أداة للزيف والتضليل، أنت عشان تعمل ده لازم يكون لك أسرع، والذراع قبل ما بيتعمل على مستوى الدولة بياخد وقت وجهد طويل، يعني مش بس يعني أنت مش ممكن تحل المسألة دي بأنك تعمل فريق عمل من كل الناس اللي قاعدة في دلوقتي وإحنا قاعدين كده باختلاف مهاراتهم، لا ده انت بتاخد وقت كبير جدا اول ما تستطيع انك انت تمتلك حصة مناسبة في التأثير اعلاميا. احنا شغالين في ده اكيد. يظل احمد موسى مثالا فريدا لما اسماه قائد الانقلاب بالذراع الاعلامي.